بيبدأ الفيلم يا جماعة الخير مع الطفل هذا اللي اسمه أليكس. قرر يهاجر هو عائلته من أوكرانيا لكندا بسبب أنهم مو متحملين قيمة المعيشة عندهم. طبعا معروف عن لندن أن أسعارها مرة غالية، ما تحملوا قيمة المعيشة في لندن. فقررت أم أليكس أنها تبحث عن عمل قريب عندهم، وحصلت وظيفة داخل البنوك الموجودة في لندن، وقررت تشتغل وتحسنت حالتها المادية حبة حبة. وكانت الأم هي اللي قاعدة تصرف على البيت بعكس الأبو. الأبو كانت أكثر حياتها في حالة سكر دائم، وكان أليكس أكثر وقته قاعد في البيت لحاله. قرر أنه يستغل هذا الموضوع ويشتغل على الأجهزة الموجودة قدامه، صار يقعد على أجهزة بشكل يومي. وأصلا طموح أليكس أنه يكون مثل بيل غيتس أو يكون مثل ستيف جوبز. طبعا الشخصيتين هذه هي أكبر الشخصيات اللي قدرت تطلع فلوس عن طريق الإنترنت بدون ما يروح لأي مكان أو بدون ما يعمل في أحد المتاجر. هذا كان طموح أليكس أنه يكون موجود في البيت وأنه يطلع فلوس عن طريق الإنترنت. طبعا قرر أنه يدرس بالجامعة، ولكن كان عائقه الوحيد اللي هو الفلوس. ولكن حصل احد المواقع اذا ضغطت 1000 ضغطه راح يعطيك مبلغ 20 دولار، مع العلم ان هذا الشغل مره مرهق ومتعب. ولكن قرر يجمع هذه المبالغ ويغبيها داخل الكمبيوتر حقه عشان ابوه ما يستخدم هذه الفلوس ويشتري فيها المواد المسكره. طبعا أليكس بعد ما حصل مبالغ كبيره من هذه المواقع، ولكن مجهود كبير، وهو قاعد في احد الكافيهات لاحظ في احد الاخبار ان في ناس تتكلم عن هجوم الكتروني موجود، وهذا الهجوم من شخصيات غير معروفة من منظمات الدارك ويب، وكان ليقود هذه المنظمة شخص اسمه زد. المهم طلع أليكس إلى البيت ولاحظ أن أمه قاعدة تبكي بسبب تراكم الديون اللي عليهم، فقرر الدوام أنه يقيلها من وظيفتها. قرر أليكس أنه يروح للصندوق حقه ويطلع الفلوس اللي عنده، طلع كامل الفلوس اللي جمعها بخصوص الجامعة، راح وسلم هذه الفلوس لأمه. فأول ما شافت أمه هذه الفلوس استغربت، فاعتقدت أمه أن أليكس سارق هذه الفلوس وسألته، قال لها جمع هذه الفلوس عشان يقدر يدرس في الجامعة. راح أليكس لغرفته وكان متضايق وتضايق من تعامل البنك مع أمه. طلعت في راسه فكرة خطيرة أنه يبحث على الإنترنت عن أسرع طريقة يقدر يطلع منها فلوس. بعد بحث متكرر تذكر أنه سمع في الأخبار عن موقع الدارك ويب، فدخل الموقع الدارك ويب وسوى له أكاونت، قاعد يتواصل مع الأدمن الخاص بالدارك ويب. قال للأدمن إذا أنت حاب تكون عضو معنا في شروط لازم تسويها عشان تقدر تترقى وتدخل إلى مستوى الجندي في نظام الدارك ويب. يطلبون منا نفس المهام، في كل مهمة يخلصها يعطونا رتبة أعلى. بتذكر صديقة لي في الدوام شخص مغرور مرة، قرر أنه يسوي موقع خاص بالمكملات الغذائية عشان يقدر يسرق معلومات البطاقة حقته. سرق المعلومات وعلى طول اتجه الموقع الدارك ويب عشان يبلغهم أنه قدر يسرق بطاقة، ولكن حصل في شخص اسمه راسفيلد، طلب من راسفيلد أنه يدخل معهم عشان يقدر يطلع فلوس. فعطاه الشروط راسفيلد بشكل كامل، قال إن إذا قبضوا عليك الحكومة حنا مالنا دخل، وفي بعض الشروط الثانية. فقرر أليكس إنه يوافق على هذه الشروط، فقال لراسفيلد خلاص أوكي، فأعطوه رتبة الجندي داخل موقع الدارك ويب. فقرر إن راسفيلد إنه يشتغل مع أليكس عن طريق إنه يرسل له بعض الأشياء المسروقة هو يروح يبيعها، مثل المجوهرات والأجهزة والجوالات. برضو أليكس قدر يسرق بطاقات زيادة، وصل مدخول أليكس خلال 4 أسابيع إلى 30,000 دولار بعد ما كان يقعد سنوات عشان يقدر يطلع هذا المبلغ. وقرر إنه يدرس في مدينة تورونتو، وبلغ أهله إنه راح يدفع لهم فلوس كل شهر، واتجه إلى المدينة. ولاحظ أن الدراسة راح تبدأ بعد أسابيع مو الآن، وقرر أنه يستغل هذا الوقت ويشتغل ويطلع فلوس زيادة. قال ليه ما أشتري بطاقات بنك وأشتري فيها ساعات؟ ولكن لاحظ في لحظة بيعه للساعات هذه رفضت المحلات أنها تشتري منه هذه الساعات، لأن الكل يدري أن هذه الساعات مسروقة. ولكن كان في شخص قاعد يراقبه من برا، لاحظ أنه ما قدر يبيع أي ساعة من الساعات اللي جابها، فقام فعرض عليه عرض، قال له وش رايك أبيع لك هذه الساعات ولكن في المقابل 30% له. وهذا الشخص اسمه ساي، على طول توجه المحل مجوهرات وباع الساعة ب 35,000 دولار. استغرب كيف قدر انه يبيع الساعات هذه. فقرر أليكس انه هو يشتغل معه، أليكس يشتري الاشياء وساي هو اللي يروح يبيعها بسبب ان عنده خبرة في مجال التسويق. قدر يجمع مبلغ 60,000 دولار. فقرر أليكس يرسل بعض المبلغ لأهله ويحتفظ بباقي المبلغ. أليكس يوم لاحظ انه جمع مبلغ 64,000 دولار في وقت بسيط، قرر انه ما عاد يدرس في الجامعة، وراح تواصل مع زد اللي موجود في الدارك ويب. قال اني راح استمر في سرق البطاقات. حرفيا قدر يسرق بطاقات اكبر التجار الموجودين في المنطقة، لانه يعتقد انهم ناس فاسدين. فكلم ساي اصحابه الموجودين حوله وطلب منهم يصورون بطاقات اكبر التجار الموجودين في المنطقة. فقدروا انهم يجمعون بطاقات كثيرة فيها ملايين الدولارات. في يوم من الايام ساي صديقته قررت انها تقابله في احد الكازينوات، اعطتها بطاقة تاجر متحرش وتبغى تنتقم منه،
ولكن أليكس كان خايف بشكل مرة كبير لأن البطاقة غير منتهية ولازم يروحون للبنك. ولكن ساي قاعد يحاول يقنعه ويقول له يا أليكس خلنا نطلع للبنك بس نسحب منها مبلغ 30,000 دولار، مبلغ بس بسيط، وبعدها نطلع من البنك ونرمي البطاقة. بتجهوا في اليوم الثاني للبنك، ولكن قبل ما يصلون البنك ساي قال خلني بشتري موسيقى أشوف هل التاجر بلغ على فقدان البطاقة أو لا. بقدر أنه يشتري هذه الموسيقى اللي قيمتها 8 دولار، ودخل أليكس البنك وحرفيا قدر يسحب مبلغ 30,000 دولار. واتجهوا للكازينو عشان يحتفلون بالشي اللي سووه. في اليوم الثاني قرأ أليكس في الأخبار أن البنك اللي كان طارد أمه في ضعف في النظام حقه. هنا جت لحظة الانتقام، فقرر أنه ينتقم من البنك ولبس زي لشخص بريطاني على أنه شخص حاب يفتح حساب، وهو جالس على المكتب قدام الموظفة شبك فلاش في الكمبيوتر. في الكمبيوتر هنق بشكل كامل، بنسحب من الكرسي هذا وطلع، ولكن وقفوه رجال الأمن وقرروا يحققون معه لأنه طلع في كاميرات المراقبة. بعد ما سحبوه قرروا يودونه إلى مدير الأمن، ولكن شافه ساي من بعيد فقرر أنه يلحقه. انتظروا لين جاهم مدير الأمن الخاص بالبنك، قال له كيف قدرت تحط الأكواد داخل الفلاشة هذه؟ قال إذا ما قلت لي راح أبلغ عليك الشرطة. فعرض عليه أليكس عرض بسيط، قال أنا سويت كذا لأني دريت أن الأمن عندكم مرة ضعيف، أنا جيت هنا عشان أحسنه، راح أحسن لكم النظام ولكن لا تبلغ علي الشرطة. قرر أنه يوافق لأن العرض مرة كبير، وطلع من البنك. رجع أليكس اللي يحصل الدارك ويب كله قاعد يتكلم عن الشيء اللي سواه بالبنك، وحصل رسالة من زد قاعد يمدحه. قرر ساي انه يضبط موعد غرامي لأليكس عن طريق بنت موجودة في الدارك ويب، وهذه البنت اصلا بالاصل هي هاكر موجودة في الدارك ويب وتشتغل في نفس الشغلة هذه. فتقابل هو والبنت في يوم محدد. أليكس على طول توجه لساي وقعد يقنعه ان كيرا تشتغل معهم في نفس المجال، فوافقت على هذا العرض بدون ما تفكر او ترجع في الموضوع، وعلى طول اشتغلوا مع بعض وقرروا يشترون طابعة للبطاقات عشان تسرع عليهم العملية. كيرا زودتهم معلومات ان في متصفحات آمنة الشرطة ما تقدر تتجسس عليهم فيها، وبوجود كيرا معهم في المجموعة صاروا يكسبون مبالغ دبل المبالغ اللي كانوا يكسبونها قبل. ولكن ساي شك في هذا الموضوع لان كيرا عندها سهولة في البيع، كانت ما تتأخر في بيع اي شيء موجود عندهم، تقدر تبيع بدون مساعدة أليكس او ساي. فساي كان شاك في كيرا لان كان عندها عمها مسهل لها كل عمليات البيع، لدرجة حتى المشترين كانوا ما يساومونها في أي بضاعة تجيبها. افتعرض كيرا على أليكس أنهم يسافرون إلى هونغ كونغ لأن فرص شغلهم راح تكون أكثر، ويفهمها أليكس أنه ما يقدر يترك ساي لأنه أقرب شخص له. في اليوم الثاني قرر أليكس يروح يقابل راسفيلد في أحد الكافيهات الموجودة عندهم عشان يشكر على الترقية اللي جتها داخل الدارك ويب. طه مبلغ 5,000 دولار، فقرر يسأله عن كيرا. فبحث عن اسمها راسفيلد ولاحظ انها ماخذة رتبة الملازم داخل الدارك ويب، ولكن قال ميد أليكس انه ما قد سمع عنها كثير. قال له أليكس طيب ابغى اوصل الى زد. قال له راسفيلد انس هذا الموضوع، حاول انك ما تفكر فيه مرة ثانية. في نفس اليوم هذا كانت عندهم صفقة كبيرة، فقرروا انهم يروحون أليكس وكيرا وساي، ولكن كان ساي معترض على هذا الموضوع لان كانت كيرا هي صاحبة هذه الفكرة، وزيادة على كذا كانت الكمية مرة كبيرة، وصاروا يتهاوشون طول الطريق لانه مو موافق على العملية. راح بعدها يتواصل مع المشترين ويتهاوش مع كيرا قدامهم. بعد المشترين طلعوا مسدساتهم وطلقوا في الهواء وحذروهم لو شافوهم مرة ثانية راح يقتلونهم. الصفقة هذه باءت بالفشل بسبب الشجار اللي صار بينهم. ورجعوا للبيت بعد فترة لاحظوا ان المشترين كانوا من المافيا، وبسبب هذه الصفقة لازم ينتقلوا لمدينة ثانية عشان ما يأذونهم المافيا. فقامت كيرا وعرضت عليهم عرض انهم ينتقلون الى هونغ كونغ، فانتقلوا الى هناك وقرروا انهم يشترون شقة ويكملون عملهم مثل ما كانوا يشتغلون قبل. ودخلوا الى محل ساعات ولكن نسوا يكشفون على البطاقة المسروقة اللي معهم، فقام موظف المحل وشيك على البطاقة وانتبه انها مسروقة، فطلب لهم الشرطة ولكن لاحظوا وانحاشوا من المحل، فقرروا انهم يسهرون في احد الكازينات الموجودة عندهم. ولكن ساي تشاجر مع ناس موجودين داخل الكازينو، وتدخل أليكس عشان يدافع عن ساي، وانضربوا الاثنين وقامت الشرطة وسحبوهم. كيرا على طول تواصلت مع عمها وقدر يطلعهم من القسم، ولكن أليكس وساي استغربوا من كيرا ومن عمها، فصار عمها شخصية مجهولة لهم. في اليوم الثاني ساي استخدم البطاقة اللي عطتها صديقته قبل يوم كانوا في المدينة القديمة،
قدر انه يحصل منها مبلغ مرة كبير، ولكن أليكس تنرفز وعصب وكان محذر ساي من هذا الشيء لان صاحبها يقدر يبلغ عليهم ويسجنهم كلهم. أليكس قال لساي لازم ترجع لندن وتاخذ حصتك من العمليات اللي سويناها لان وجودك صار يسبب خطر علينا. شال ساي اغراضه وترك بعض البطاقات البنكية عشان أليكس يقدر يستخدمهم، ويندم أليكس بعده انه طرد ساي، وبيقرر مع كيرا انهم يوظفون ناس يسرقون جميع مكاين الصراف الموجودة في الصين باستخدام البطائق المسروقة. وفي احد المكاين تركوا عليها بطاقة مكتوب عليها الدارك ويب عشان يبان للإعلام ان صاحب هذه الفكرة اللي هو الدارك ويب. الثاني في الأخبار مسروق 2.5 مليون دولار من بطائق الصراف الموجودة داخل الصين، وحصلوا بطاقة الدارك ويب اللي حطها أليكس على بطائق الصراف، وعرفوا ان زد مدير الدارك ويب هو المسؤول. فقرر أليكس وكيرا انهم يمشون اليوم الثاني من هذه المدينة لان في اي وقت راح تدخل عليهم الشرطة، وتقترح كيرا على أليكس انهم يوقفون من العمليات هذه ويعيشون حياتهم الطبيعية بعيدا عن الدارك ويب. أليكس اعترض على كلام كيرا، قال لازم يستمر شهور قدام طويلة، وبرضه حاب ينتقم من جميع البنوك لأن هي كانت سبب فقرة وفقر عائلته، فيبغى ينتقم منهم. أليكس لاحظ ان زد متواصل معه وقاعد يشكر على الأشياء اللي سواها، وطلب أليكس انه يقابل زد، فقال له خلاص راح يتواصل معك شخص في أقرب وقت. وفعلا بعد عدة ساعات اللي يتصل شخص على أليكس ويحدد له موقع يجي فيه. فراح هو وكيرا، آخر شيء صار المكان هذا مصنع مهجور. قبل الدخول على زد كانت في تفتيشات مرة كبيرة، ففتشوهم ودخلوهم إلى المكان اللي موجود فيه زد. بلاحظ أليكس إن زد شخص مقعد وفي حروق من الدرجة الثالثة، وبرضه يستخدم أجهزة الأكسجين للتنفس. فسأل زد أليكس وش سبب قدومكم إلى الصين؟ قال له أليكس أنه كان راح ينقبض علينا في تورنتو، فقررنا ننتقل إلى الصين، وزيادة على كذا سمعنا إن زد موجود في الصين وأنا أحتاج أقابلك عشان أقدر أطور شغلي وأقدر أجيب فلوس أكثر من قبل. قال له زد أوكي ما عندي مشكلة، ولكن لو غلطت غلطة بسيطة ممكن تلقي حياتك إلى التهلكة وتوصل إلى الموت، وقال له برضو أنك مراقب من جميع الجهات. المهم توجه أليكس إلى السيارة وحصل مكالمات فائتة من ساي، فقرر يتصل عليه ولا حصل استجابة، وسمع الرسالة الصوتية اللي أرسلها له ساي وقال له أنه ندمان على كل شيء سواه، راح أشتغل معاك من جديد وأسمع أوامرك. قال أنا موجود في الشقة الخاصة فيكم. بتوجه أليكس مباشرة إلى الفندق حقه. ننتقل إلى ساي. ساي ضرب الباب عنده وفتح الباب اللي فيه ناس مجهولين ادخلوا عليه داخل الفندق وذبحوه وحطوه داخل الحمام. فوصل أليكس وكيرا إلى الفندق فلاحظوا ان ساي ميت، وعرفوا ان القاتل صاحب البطاقة اللي استخدموها قبل، فقرر انه ينتقم منهم. فانصدم أليكس وكيرا، فالان ما عاد عندهم خيار للانسحاب، انهم ينسحبون من زد لان زد قال لهم اي شخص راح يتخاذل راح اذبحه. فزد كانت عنده مهمة انه يجيب شخص مجهول فيشبه للمدير الفدرالي بيركبه في السيارة ويخلي شخص يطلق عليه النار وبين للناس ان المدير الفدرالي مات. واتفق زد مع التيم حقه ينشرون خبر موت المدير الفدرالي. في هذه الحالة راح تنزل أسهم الشركات، فيقدر زد يسرق ملايين الدولارات من التجار والشركات. بعد اكتشفوا أن المدير الفدرالي ما مات لحد الآن وأن كل هذا اللي صار خدعة، واستغل زد الأشياء هذه وطلعوا أليكس وكيرا وهربوا، ولكن قابلوهم شخصين مقنعين وضربهم بالسلاح على راسهم. فأليكس فقد الوعي ولكن صحى بعدين وحصل نفسه في مكان مهجور ما يقدر يوصل لزد أو كيرا، فقرر أنه يروح لتايلند لأنه كان متفق مع كيرا أنه راح يتقابل في تايلند، ولكن بعد عدة اتصالات ما قدر يوصل لكيرا، فقرر أنه يروح لأحد المقاهي الموجودة عندهم، ودخل إلى المقهى هذا وقرر يحاسب عن طريق البطاقة اللي معه. فاكتشفوا أن هذه البطاقة مزورة، ولكن قرف الأخبار أن زد تم القبض عليه وأن كيرا ماتت. فجت الشرطة وصلت لهذا المكان فأخذته وودته إلى السجن. بعد مرور سنتين قدر يطلع من السجن، ولكن حصل في وجهه كيرا فاستغرب انها ما ماتت، فقالت له انها كانت تشتغل لمصلحة المخابرات الامريكية لانها كانت مسجونة، ولكن طلبوا منها تشتغل في هذه القضية لانهم استغربوا من الاكواد اللي زرعتها في البنك، فانا كنت موجودة معاك عشان اعلم المخابرات الامريكية واخلي زد في السجن، وكان الرجل اللي كان يساعدها هو مدير الامن حق البنك وهو كان الشخص اللي الظاهر انه هو عمها، وزيادة على كذا انا انتظرتك لين تطلع من السجن عشان اقول لك الحقيقة كاملة، هذا جواز سفر بهوية مختلفة فتقدر تسافر الآن وسامحني على اللي صار. إلى هنا وصلنا نهاية فيلمنا اليوم، أتمنى أن أعجبكم وأشوفكم في أمان الله. سلام عليكم.